ما كنتش مصدق برضو. دي حاجة تانية كان عندك اختيارات؟ كان عندي بصراحة، عشان مش عارف اجزم، كان عندي اختيارات. ايه؟ كان عندي الاتحاد. بحب اشكر الحاج محمد مصلحي والكابتن حسام والكابتن ابراهيم والكابتن وليد والكابتن عماد، كل الناس. احب اشكر جمهور نادي الاتحاد. انت كنت هتروح مكان عبد المنصف؟ ده بلدي، والناس ديت فوق دماغي كلها. وفعلا الحاج محمد اول حد كلمني وقال لي اصلا ان النادي كان عارضني عليهم، يعني الزمالك. من فتره كبيره جدا. انا ما كنتش اعرف طبعا، كنت مركز في الدوري، بس هم كانوا مركزين في حاجه تانية. فانا ما كنتش مصدق بصراحه. قلت له يا حاج محمد، انا مع يعني شرف ليا طبعا انا اعرف في الاتحاد وانت حضرتك عارف، ولكن انا لازم اكلم رئيس النادي. يعني انا مش هعرف اكلم حضرتك غير لما اكلم رئيس النادي. يعني ما حدش قال لي حاجه في النادي ان انا همشي ولا هقعد ولا كل اللي بيقوله لي من ساعه المشكله، احنا هنعمل تحقيق وما تتكلمش، بس هم دول اهم حاجه في الموضوع يعني. وطبعا ولا عملنا تحقيق ولا عملنا حاجه ومشيت. طب مشيت ازاي بقى؟ يعني رحت كلمت كابتن حسين؟ قعدوا يمطلوا في النادي شويه. كابتن حسين السيد انا اللي بكلمهم على فكره. كان كابتن حسين، يا كابتن حسين انا ليه حق حضرتك تجيبه لي ولا لا؟ في تمرين على فكره، ممكن اروح انزل التمرين عادي واعمل زي بقيه اللعيبه، اي مشكله عادي الراجل بيغير وينزل وكده كده كارترو مش هيتكلم. بس انا مش حابب كده، انا مش صغير او مش شايف نفسي ان انا من اللعيبه اللي ممكن تعمل كده. لازم نحط النقط على الحروف عشان اكون انا مستريح قدام نفسي وقدام اللعيبه. دايما اللعيبه بتحبني وبتصدقني وبتقف معايا، لان انا واضح. انا دلوقتي حصل موقف، انا ممكن اخد بعضي والبس وانزل التمرين، ولكن انا مش عايز اعمل كده. فقال لي لا احنا هنعمل تحقيق. ماشي، عدى يوم اتنين كلمه قال لي طب هنحسم الدوري ونقعد. قلت له ما فيش مشكله، حسمنا الدوري. طب التحقيق امتى؟ قال لي طب اكتب مذكره. قلت له مش هكتب حاجه، انت حضرتك قلت لي تحقيق خلاص هحقق معايا انا والراجل والمترجم احمد شعبان. قال لي لا طب كل واحد لوحده. هو جرى العرف ان النادي بيحقق مع اللاعب وبيحقق مع المدير الفني. ما هو ده برضه ما حصلش. انا فاهم، مفيش عمر نادي بيجيب او اداره بيجيب مدير فني ولاعب الاثنين قدام بعض وتشوف مين اللي غلطان. دي ما بتحصلش. بص، لان المدير أي الفني ايا كان انا ما عنديش مشكله. ده هو ولا ده حصل. انا بقول لك الصراحه اللي انا بقول لحضرتك اهو، ولا ده حصل ولا ده حصل ولا اي حاجه حصلت. طب انت مشيت ازاي بقى؟ يعني ما انا بقول لحضرتك انا مشيت في 3 دقايق. يعني قعدت مع كابتن حسين السيد مثلا اول ما قعدت مع كابتن حسين لبيب قلت انا همشي مش هقعد. وعقدك انت كان خلص؟ لا كان عادي ساري، بس انا قلت له انا هفكر، بس انا خدت قرار ان انا ما اقعدش. انا حسيت الناس دي مش باقيه عليا. طب هم باعوك اصلا؟ انا رحت اعاره يعني انت لسه لعب في الزمالك؟ رحت اعاره سنه. وانت ماضي في الزمالك قد ايه؟ سنتين كمان غير سنتين غير السنه دي؟ جددت قبل ما تروح زودت؟ لا انت وريك تمد 3. لا ما جددوا ليش. انت ماضي 3 اصلا؟ ماضي 3. ايوه انا ماضي 3. طب ليه اخترت بقى فيوتشر؟ انت والله انا كنت كان جالي كذا اختيار، فيوتشر والاتحاد. في حاجه ثالثه؟ كان في حاجات كتيره بصراحه. فاركو كلهم الصوره؟ ما اعرفش هو فاركو. انا سمعت فاركو كلم النادي بس ما كلمنيش بصراحه. كان في الكابتن خالد جلال كلمني وان كان نادي البنك الاهلي. دول اكتر 3 خلاص. انا خدت قرار، يعني خدت قرار ان انا مش قبليها. انا ما اعرفش كان في ايه، لان انا بقول لحضرتك لغايه انت عمره انت في الزمالك جالك عروض في مصر؟ كان بيجي لي والله، بس انا ما كنتش. انا بقول لحضرتك وانا كنت بلعب، انا بقول لحضرتك الناس كلمتني ان انا اروح انديه هنا في مصر. ايوه انا الفتره الاخيره واحنا خلاص هننافس. يعني؟ هننافس على الدوري. احنا بننافس على الدوري وانا اللي بلعب والناس بتخلي الناس تكلمني. يعني انا هركز في البطوله ولا هركز في العروض اللي هم جايبينها لي؟ هتروح فين؟ انا مش عايز اقول. ليه؟ مش عايز اقول. يعني دي عروض دي عادي. انديه كبيره يعني، انديه جماهيريه. انديه جماهيريه زي ايه؟ انديه جماهيريه يعني انديه جماهيريه.